بسم الله الجميل الذي يحب الجمال، خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب إلى مخلوقاته. دي حلقة من سلسلة حلقات أحلام نجيب محفوظ، بنحاول من خلال هذه الحلقات نيسر تذوق الجمال الأدبي لآخر إبداعات عظيم الأدب العربي أستاذي الحبيب نجيب محفوظ. حلم النهاردة حلم رقم 56، بيبدأ هكذا: غادرت البيت الكبير الذي ننتظر فيه كل رجل بذاته، فلا يعرف أحد من الآخرين أو فلا يعرف أحد من الآخرين، وشعرت بشيء من الأمان بعد القلق، غير أن شعور الأمان لم يدم طويلا، فخيل إلي أن آخرين يتبعونني، ونظرت خلفي فرأيت عن بعد جماعة قادمة ملوحة بأيديها في الهواء، فأوسعت الخطى حتى أخذت في الجري، ورأيت في الطريق بيتا وكان هناك من يدعوني، فهرعت من فوري إليه ووجدت أهله وكأنهم عائدون من الخارج، فهم ينظمون الأشياء ويزيلون عنها الغبار، ولم يدهش أحد لحضوري أمامهم، فنظروا لوجهي وكانوا ودودين في وجوههم وأحاديثهم وابتسامتهم، ونسيت في تلك اللحظة الزاحفين ورائي. أعترف أن ممكن يكون صعب، أعترف أن ممكن يكون صعب، لكن كباقي الأحلام هذه النصوص البديعة لها عدة مستويات ويمكن أن يفهم بطرق مختلفة. وبالتالي أنا حق يعني بقدم اقتراح بشكتر إني هفهمه بشكل إن البيت ده بيبدأ ببيت، بيت غريب قوي. البيت ده ممكن رمز، رمز لإيه؟ ممكن يكون رمز لمؤسسة عقبية مثلا، واخد بالك؟ لكن أنا مش هاخد الرمز ده، أنا هاخده رمز للدنيا كلها. ده رمز للدنيا. طيب بعد ما بيطلع منها في مطاردة، وحضرتك عارف ان الحياة بشكل او باخر هي نوع من المطاردة، في حاجات انت خايف منها، خايف انها تلحقك او توصل لك، وفي حاجات انت بتجري عايز توصل لها. فهنا المطاردة هي رمز، رمز لصراعات الحياة، او بشكل تاني لو هي البيت ده الحياة وخرجنا منه، يبقى اللي بيجري وراك هو أفعالك السيئة، السيئات اللي انت ارتكبتها، السيئات اللي انت ارتكبتها مالها؟ بتطردك، كويس؟ طيب واللي دعالي للبيت الآخر اللي هو أسرع إليه ده، ده ممكن يكون رمز للحسنات، الأفعال الحسنة اللي انت عملتها، ولذلك الناس اللي في البيت اللي هو لجأ إليه كانوا ودودين وبيبتسموا في وجهه وناس لطاف، دي الحسنات اللي انت عملتها. كأن الإنسان بيجري من سيئاته وبتنقذه حسناته، وركك بقى ان الحسنات تتغلب على السيئات او ما تتغلبش انت ونصيبك. بيقول في الاخر ايه؟ انه وهو في البيت مع الناس اللي طاف دول نسي ايه؟ نسي الناس اللي بيزحفوا ويجوا وراه، نسي ايه؟ نسي سيئاته. معلش اقول لكم هنا كلمة صوفية كده، المتصوفة بيقولوا ايه عن التوبة؟ هل التوبة انك تبقى متذكرا ذنوبك؟ لا، غلط. التوبة الحقيقية انك تنسى ذنوبك. ليه تنساه؟ لانك مع الحق سبحانه وتعالى، انت هتبقى مع الحق، حاضر مع الحق، حاضر بقلبك وروحك مع الحق، وتفتكر الذنوب؟ لا، وانت حاضر مع الحق هتنسى كل الذنوب، ودي التوبة الحقيقية. وهذا ما قدر الله لنا أن نقوله، والله أعلم.